لا حول ولا قوة إلا بالله، ما توقعت. شو قصدك دكتور؟ سرطان. سرطان؟ إيه نعم سرطان. شو هالمصيبة يا ربي؟ شو هالمصيبة؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، طول بالك. دكتور والله ما لي غيره، الله وكيلك ما لي غيره. إحنا بنعمل اللي علينا والباقي على الله، طول بالك. إن شاء الله دكتور، بس طمني يعني في أمل. ولا تقنطوا من رحمة الله. وبالله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفضل. السلام عليكم. اهلا 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 وسهلا. صدقني لو ما اجيت كنت بدي احكي معك. شو تشرب؟ بدي اشرب شيء. تفضل. خلود وينه؟ صار له فتره غايبه وهذا الغياب بيؤدي لفصله. ابو خلود اللي شو في؟ خلود يا أستاذ، خلود مريضة. يطول بالك، كل الأولاد بيمرضوا. شو يعني؟ مزبوط، يعني خلود مو أي مرض يا أستاذ، خلود محا السرطان. الله أكبر، شو عم تحكي؟ سرطان؟ إمتى وكيف؟ والله ما بعرف، والله ما بعرف. الله وكيلك يا أستاذ، إذا بتشوفه ما بتعرفه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وين المرض جاي؟ جاي من غي العظم، يعني فيك تقول هو أصعب نوع من أنواع السرطان. لا إله إلا الله. الله يشفيها، الله يشفيها. الله يوفقك يا أستاذ، ببوس إيدك. يعني إذا حدا من رفقاتها سأل عليها لا تقول له المريضة بالسرطان، قل له لأي مرض تاني. ممكن أعرف ليش؟ يعني خلود ما بتعرف مرضها، خليها تموت مرة واحدة. والله إذا عرفت إنه معها السرطان كل يوم بأيام من عمرها لتموت فيه ألف موت. أبو خلود أنا شو بقدر أقدم؟ شو بقدر ساعد؟ شو بقدر أعمل؟ بدي شي يا أستاذ، ما بدي شي، بس بدي بنتي، بس بدي بنتي. بجوز الله عم يعاقبني على هالناس اللي أذيتها. يا رب إلا خلود، يا رب إلا خلود، سامحني يا رب سامحني. بدك شي بنتي؟ عايزة شي؟ بدي سلامتك بابا حبيبي. بعافية إن شاء الله. لا الحمد لله اليوم باين عليها أحسن بكتير. الحمد لله. صحة أستاذ. شو أخبار المدرسة؟ إن شاء الله ألف صحة، كل المدرسة بتسلم عليك. يلا أنت شدي حيلك وقومي، وأنت لازم تجيبي أخبار المدرسة إلي، ناطرينك. يلا سلامتك. الله يسلمك أستاذ. والله اي والله يا استاذ، المرض وصل للدماغ، الظاهر ما مطولة. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم قلبي عم يتقطع علي من جوا تقطيع. بس يعني الحق علي، يعني رب العالمين لازم يعاقبني الي. ليش شو دخلك انت؟ انا يا استاذ ياما اذيت حالي، ياما فوت ناس على السجن وهن بريئين، ياما في اولاد ناموا بلا عشاء يا استاذ وهن بحاجة كسرة الخبز. أبهاته مربية بالسجن. شو ذنبها المسكينة هاي لحتى تمرض هيك مرض؟ يعني الغلط غلطي والذنب ذنبي. أنا اللي لازم موت يا أستاذ، أنا اللي لازم موت. والله ماني عارفان شو بدي أقول لك. ما في داعي تقول شيء أستاذ. أنا مالي غير أقعد هيك
وادعي لرب العالمين يشفي لي بنتي. الله يشفيك يا خلود. ولا تقنطوا من رحمة الله. مشان الله ما تواخذني يا أستاذ، وجعت لك راسي. بس يعني أصعب شيء بهالدنيا إنه الواحد يقتل ابنه بإيده. بس أنا كان لازم أحسب حساب لهي اللحظة وأنا عم بأذي العالم، إنه في رب عالمين بجوز ياخذ لي أغلى شيء بحياتي اللي هي بنتي. الله يرحمك يا خلود، الله يرحمك ويجعل مسواك الجنة. آخ لطفتي مثل الورد، رح نشتاق لك والله، رح نشتاق لك. ليش مو أنا؟ ليش مو حدا غيري؟ ليش خلود بالذات؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بدي قابل سيادة العميد بعد إذنك. كلام سيدي. الأنصر فاضي يا سيدي. كلام سيدي. سيدي بتمنى توافق لي على هالطلب. سيدي أنا بقيت 10 سنين وأنا عم برفع تقارير بالعالم. هدول العالم شي كان جاري وشي كان ابن عمي وشي كان ابن خالي. ما كنت عم بحسب حساب إنه بالأخير في مين يحاسبني. بس آخر شي طلعت غلطان، لأنه رب العالمين عاقبني أشد عقاب. بنتي يا سيدي أصيبت بمرض السرطان وماتت. أنا عاهدت نفسي إنه بحياتي ما أمسك قلم وأكتب تقرير بحدا. فيا ريت تريحني من جوا، لأنه جرح كبير. الذنب اللي عملته راح ضحيته بنتي الوحيدة اللي لسه ما شافت شي بهالدنيا. بسرعة لسه ما شبعت عيني منك، وانتي لسه ما شبعتي من هالدنيا. وين رحتي وتركتيني؟ الله يرحمك يا خلود.